كابتن محمد، يمكن عايز ارجع تاني للكلام اللي حضرتك بتقوله. انت النهارده خسرت الدوري، يعني بعد ما اديت مباراه رائعه وكان فارق بونت وحيد، كان ممكن ده ياخدنا في سكه ان احنا محبطين، والكاس بيتلعب على طول، يعني لاضم على طول في كاس مصر، فما كانش يمكن في وقت ان انتوا يعني تحضروا معنويا، بحكي يعني بالزبط. تحضروا معنويا، فازاي اشتغلت على ده مع اللعيبه الصغيرين في السن، زي ما حضرتك بتقول كمان ما عندهمش الخبره ديت في الملعب، فازاي عملت دوت في اقل وقت؟ بنتكلم عن كام يوم؟ كان فارق كانوا خمس ايام تقريبا، كنا احنا لعبنا يوم الاثنين. ازاي عملت ده يا كابتن؟ يوم الاثنين لعبنا مباراه الدوري، يوم السبت لعبنا نهائي الكاس. طبعا احنا ابتدينا زي ما قلت لحضرتك كابتن محمود، وفر علينا كتير قوي بالكلمتين اللي اتكلم مع الاولاد نفسيا ومعنويا بعد المباراه، فده وفر علينا حمل كبير. وبعد كده احنا ابتدينا نشتغل مع اللعيبه، انا والكابتن طارق محروس المدير الفني، على الحاله النفسيه والمعنويه، لان دي هي المهمه في الوقت ده، لان احنا في الثلاث اربع ايام دول مش هنقدر نطور شغل تاني او في فتره تدريب تانيه. هو كان العامل النفسي والمعنوي هو مهم جدا جدا عشان يقدر يخش في البطوله تاني، خصوصا ان احنا قابلنا الزمالك ثلاث مباريات السنه دي قبل مباراه الكاس. فخسرنا مباراتين وتعادلنا مباراه، فحتى العامل النفسي عنده احنا عايزين نعدي الجزئيه دي ان انت تقدر تكسب. يعني كان متفوق معنويا على الاقل. بالظبط، هي معنويه لان كل المباريات كانت في الملعب. فابتدينا نشتغل نتكلم مع اللعيبه، جلسات مع اللعيبه، كابتن طارق قعد مع مجموعه من اللعيبه. ودي صوره كمان يمكن واحده من الجلسات اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي كان كابتن محمود الخطيب واقف معانا في الملعب بعد المباراه. فاشتغلنا بعديها، دخلنا معسكر، كان عندنا سيمي فاينل الكاس مع نادي الزهور، دخلنا المعسكر قبلها بيوم. ابتدينا اليوم اللي قبلها دي نشتغل مع اللعيبه، قعدنا مع اللعيبه كذا جلسه واتكلمنا معاهم ازاي حفزناهم، وازاي ان انتوا عندكم القدره وعندكم الامكانيات سواء فنيه وبدنيه، عندكم امكانيات ان انتوا تكسبوا. لازم تشتغلوا على الاصرار والعزيمه شويه. ابتدينا نتكلم معاهم، ابتدينا نتكلم مع اشخاص لوحديها، يعني بعد ما قعدنا مع الفرقه كلها. يمكن كان ليا وقع مع اسامه، كنت دايما كل ما اشوفه كنا راجعين من سفريه، كان ماتش سبورتنج في الدوري، وقلت له انت اخر مباراه للزمالك، انت اللي هتكسبنا المباراه دي، هتكون عامل مساعد تكسبنا المباراه دي، وهتعمل مباراه قويه جدا. قلت كده. قلت له حالي قبلها حوالي اسبوعين. هو نابع من ايه كلامه يعني تحديدا ليك؟ يعني ده كان نابع من ايه هو يقول لك كده وخصك انت؟ يعني شاف ايه في اسامه جزيل؟ عشان يحفزني، وعشان هو يعرف يمكن هو مات فني وكل يعرف قيمتي والاداء بتاعي، مؤمن بامكانياتك طبعا. هلال طبعا اداءك، كنت لعيب محترف كبير، وكمان اكيد بيحط عليك مسؤوليه، وانا هرجع لك. اكيد انت لابس ماجو الاهلي، عندك مسؤوليه كبيره، ولازم تكون قدها وعند حسن ثقه الجمهور والاطار الفني والمسؤولين، والحمد لله ان شاء الله. قول لي قمت عملت ايه يا اسامه برضه انت؟